والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الفرقة الثالثة بشعبتي الأراضي وأمراض النبات وأبناؤنا طلاب العلم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم مع الجزء الثاني والتي نتناول فيها شرح التنفس الخلوي وهو أهم عملية من عمليات الهد. ففي الجزء الأول من المحاضرة تناولنا شرح المرحلة الأولى من عملية التنفس الخلوي وهي مرحلة الانحلال الجليكولي، وقلنا أن هي سلسلة من التفاعلات غير الدائرية بيتم من خلالها تحويل جزيء من السكر السداسي إلى جزيئين من حامض البيروفيك ذو الثلاث ذرات كربون، وهذه المرحلة لا تحتاج لتوفر الأكسجين، يعني بتحدث وجوده أو غيابه، لكن لا تتطلب توفر الأكسجين كضرورة لحدوثها. لذلك فإن هذه المرحلة هي الانحلال الجليكولي بتحدث في حالة التنفس الهوائي وفي حالة التنفس اللاهوائي، لأن الغرض منها هو هدم جزيء السكر السداسي ذو الست ذرات كربون إلى جزيئين من حامض بيروفيك اللي هو فيه ثلاث ذرات كربون ليدخل في المرحلة الثانية ويتم أكسدته. وطريقة أكسدة حامض البيروفيك في المرحلة الثانية هي التي تحدد نوع التنفس، فإذا تمت في وجود جين الهوائي الجوي أصبح التنفس تنفس هوائي، إذا تمت في غياب أكسجين الهوائي الجوي فإن التنفس يصبح تنفس لا هوائي. نرجع تاني للانحلال الجليكولي ونقول إن أهم نواتج مرحلة الانحلال الجليكولي هي أربع جزيئات ATP تنتج من الفسفرة على مستوى مادة التفاعل زائد جزيئين من الناد H، تمام؟ دي النواتج اللي بتنتج من الانحلال الجليكولي. كل جزيء من الناد H إذا توفر أكسجين الهوائي الجوي هيعاد أكسدته في نظام نقل الإلكترون وينتج عن كل جزيء ناد H 3 جزيئات ATP، يعني الاثنين هينتج عنهم 6 جزيئات ATP. يبقى كده بينتج من الانحلال الجليكولي كام؟ 4 جزيئات ATP من الفسفرة على مستوى مادة التفاعل زائد 6 ينتجوا من إعادة أكسدة 2 جزيء ناد H بشرط توفر الأكسجين، يعني ده مش هيحصل إلا إذا كان التنفس هيكون هوائي. يبقى هنا الانحلال الجليكولي هينتج لي 10 جزيئات ATP إذا كان التنفس هيبقى هوائيا، وفي نفس الوقت في الانحلال الجليكولي بيتم استهلاك جزيئين ATP، يبقى الصافة هيبقى كام؟ هيبقى 8 جزيئات ATP. أما إذا لم يتوفر أكسجين الهواء الجوي فجزيئي الناد H لن يعاد أكسدتهم في نظام نقل الإلكترون. ليه؟ لأن الأكسجين أهميته هنا أنه بيعمل كمستقبل نهائي للإلكترونات في نظام نقل الإلكترون، ففي حالة غيابه مش هيبقى موجود المستقبل النهائي، فمش هتحصل أكسدة لجزيئات الناد H في نظام نقل الإلكترون في حالة غياب الأكسجين. ما اللي هيحصل؟ هيتم استخدامهم في تحويل جزيئي حامض البيروفيك اللي ناتج من الانحلال الجليكولي إلى جزيئين من كحول الإيثانول أو حمض اللاكتين، وبذلك بيفقد 6 جزيئات ATP كان هينتجوا من إعادة أكسدة جزيئي الناد H في نظام نقل الإلكترون. يبقى هيكون صافي الطاقة اللي هتنتج من انحلال الجليكولي في حالة غياب أكسجين الهواء الجوي أو في حالة التنفس اللاهوائي هيبقى كام؟ نحسبهم 4 بينتجوا من الفسفرة على مستوى مادة التفاعل، و2 بيتم استهلاكهم، والاثنين ناد H هيستخدموا في تحويل البيروفيك إلى إيثانول أو حمض اللاكتيك، فهنفقد 6 ATP بتوعهم. يبقى الصافي هيبقى كام؟ 4 ناقص 2 هيبقى 2 جزيء ATP، والكلام ده هيوضح قدامي تماما دلوقتي لما أبدأ أتكلم عن المرحلة الثانية من عملية التنفس وهي أكسدة حامض البيروفيك. نبدأ ونتوكل على الله. قلنا ان ممكن يتم اكسدة حامض البيروفيك في غياب اكسجين الهواء الجوي، يعني تستمر عملية الاكسدة في غياب اكسجين الهواء الجوي فيصبح التنفس تنفس لا هوائي، بنسميه التنفس اللا هوائي او التخمر، وده منه نوعين على حسب الناتج النهائي اللي هينتج من اكسدة حامض البيروفيك في غياب الاكسجين. فاذا كان الناتج النهائي اللي هيتكون من اكسدة حامض البيروفيك هو كحول الايثايل اللي بنقول عليه ايثانول، يبقى بنسمي التنفس اللا هوائي في الحالة دي بالتخمر الكحولي. اما اذا كان الناتج هيبقى حامض اللاكتيك فهنسمي التخمر في الحاله دي تخمر لاكتيك، تمام؟ نشوف بقى الاول التخمر الكحولي هيتم ازاي. طبعا عرفنا ان اول مرحله من التنفس هي مرحله الانحلال الجليكولي اللي بيتم من خلالها تحويل جزيء جلوكوز الى جزيئين من حامض البيروفيك، تمام؟ في حاله التخمر الكحولي جزيئي حامض البيروفيك بيتعرضوا لاكسده بواسطه انزيم اسمه بيروفات دي كربوكسيليز عشان ينزع من كل جزيء منهم مجموعه كربوكسيليز
الاسيتيل بتخرج في صوره سي او 2 فيتحول البيروفيك الى اسيتالدهايد. هما هنا اتنين جزيء، هتحول الاثنين جزيء من الاسيتالدهايد، هيتم اختزالهم بجزيئين من الناد اتش علشان يتحولوا الى جزيئين من الايثانول مع انطلاق كميه يسيره من الطاقه ممثله في صوره جزيئين من الاي تي بي، وهنعرف ده بيحصل ازاي وعلى المعادله التفصيليه اللي موجوده قدامي هنا دلوقتي. بس هنا هو مش كاتب عدد جزيئات البيروفيك والاسيتالدهايد والايثانول، لكن احنا فهمنا ان الانحلال الجليكولي بيتم من خلال تحويل جزيء من الجلوكوز الى جزيئين من حامض البيروفيك او البيروفات. فهنا رسم لي ايون البيروفات بيتكون من ثلاث ذرات كربون، الذره الاولى عباره عن مجموعه ميثيل، الذره الثانيه عباره عن كيتون، الذره الثالثه عباره عن مجموعه كربوكسيل متأينه يعني ناقصها ايون هيدروجين. بينتج عندي من الانحلال الجليكولي اثنين بيروفات، الاثنين بيروفات زي ما قلت بيحصل لهم اكسده بواسطه انزيم اسمه بيروفات دي كربوكسيليز. دي كربوكسيليز يعني انزيم نازع لمجموعه الكربوكسيل بينزعها ويخرجها في صوره سي او 2. خدنا قبل كده انزيم اسمه كربوكسيليز، مش دي كربوكسيليز، لا انزيم الكربوكسيليز زي البي اي دي كربوكسيليز والريبولوز 1.5 اسمها الفوسفات كربوكسيليز. الكربوكسيليز بيقوم بتثبيت ثاني اكسيد الكربون في المركب في صوره مجموعه كربوكسيل، اما الدي كربوكسيليز بينزع مجموعه الكربوكسيل ويخرجها في صوره سي او 2. والخلاصه ان الايونين بتوع البيروفات الناتجين من الانحلال الجليكولي في حاله غياب الاكسجين ممكن يحصل لهم اكسده بانزيم بيروفات دي كربوكسيليز علشان ينزع منهم مجموعتي الكربوكسيل يخرجها في صوره جزيئين من السي او 2 فيتحول جزيئي البيروفات الى جزيئين من الاسيتالدهيدات اللي هو سي اتش 3 تي دبل بوند او اضاف لها ذره هيدروجين فبقى سي اتش او. بعد ما يتكون جزيئي الاسيتالدهايد هيقوم انزيم الكحول دي هيدروجينيز بوجود جزيئين من الناد اتش 2 باختزال الاسيتالدهايد وتحويل الايثانول. الاختزال ده هيتم ازاي؟ الانزيم ده اللي هو الكحول دي هيدروجينيز بيبقى معاه مرافق انزيمي ناد اتش 2 بياخد ذرتي الهيدروجين في كل جزيء من الناد اتش 2 يضيفهم للاسيتالدهايد. اتش بتتحط هنا دي هتبقى سي اتش 2 واتش بتتحط على الاو فتتفك رابطه وتبقى سي اتش او فيتحول الاسيتالدهايد الى سي اتش 3 سي اتش 2 او اتش اللي هو الايثانول. وفي الحاله دي التنفس اللاهوائي بنسميه بالتخمر الكحولي لان الناتج النهائي من اكسده حامض البيروفيك هو كحول الايثايل اللي بنسميه الايثانول. طب ازاي صافي الطاقه الناتجه عندي هنا طالعه 2 اي تي بي؟ هقول لك عليها بس بعد ما اقول التخمر اللاكتيكي، لان ممكن في غياب الاكسجين يتم اكسده البيروفيك لاهوائيا الى حامض لاكتيك زي ما نشوف دلوقتي. ده برضو عندي اللي هم الايونين بتاع البيروفات، كل ايون بيكون من ثلاث ذرات كربون زي ما قلت، مجموعه ميثيل، مجموعه كيتون، مجموعه كربوكسيل. هنا بقى علشان يتم تحويل البيروفات الى حامض لاكتيك بيتم اختزاله مباشره بواسطه انزيم ايه؟ بواسطه انزيم اللاكتات دي هيدروجينيز في وجود جزيئين من الناد اتش زائد اتش. ناد اتش زائد اتش ممكن نختصرها ناد اتش 2. ثاني ممكن يتم تحويل البيروفات الى حامض لاكتيك من خلال عمليه التخمر اللاكتيكي عن طريق اختزال البيروفات بواسطه المرافق الانزيم المختزل ناد اتش 2 في وجود انزيم لاكتات دي هيدروجينيز، لان الانزيم ده هيقوم بنزع ذرتي الهيدروجين من المرافق الانزيمي واضافتهم الى البيروفات فيحوله الى حامض لاكتيك. نشوف هيضيفهم فين هنا، بيضيف ذرتي الهيدروجين على ذره الكربون رقم 2، واحده بترتبط بذره الكربون نفسها فتبقى سي اتش، وواحده بترتبط بالاو اللي موجوده في مجموعه الكيتون فتحولها لاو اتش وتتفك رابطه من هنا. فشوف بقى المركب هيتحول لايه؟ سي اتش 3 زي ما هي اهي، السي الثانيه اللي هي كانت مجموعه كيتون اصبحت سي اتش او اتش، سي اتش او اتش، ومجموعه الكربوكسيل زي ما هي، ده اللي هو حامض اللاكتيك، والناد اتش بيتحول الى ناد، ده التخمر اللاكتيك، تمام؟ النقطه المهمه هنا عندي اللي انا عايز اشير ليها، الاثنين ناد اتش اللي استخدموا هنا في اختزال الاسيتالدهايد وتحويل الايثانول جم منين؟ هرجعكم تاني لخطوه الانحلال الجليكولي وافكركم بالكلام اللي انا قلته. انا عندي في خطوه اللي بينتج فيها جزيئين من الجليسرالدهايد 3 فوسفات، لما بيتكون عندي في الاول فركتوز 1.6 ثنائي الفوسفات، قلت ده بينشطر على طول ويديني جزيئين من سكر ثلاثي يعني فيه ثلاث ذرات كربون ومجموعه فوسفات اسمه جليسرالدهايد 3 فوسفات. بعد كده الجليسرالدهايد 3 فوسفات ده
بتحصل له اكسده بواسطه جزيئين من النات عشان لواحد وثلاثه فوسفوجليسرات او واحد وثلاثه فوسفوجليسرات، والاثنين ناد اللي دخلوا في عمليه الاكسده بيخرجهم في الصوره المختزله اثنين ناد اتش. واشرت اثناء كلامي عن الاحلال الجليكولي قلت ان عدد جزيئات المرافق الانزيم المؤكسد اللي هو الناد داخل الخليه النباتيه بيكون محدود، عدد محدود، وهذا المرافق المؤكسد لا ينتقل من خليه الى اخرى. فالخليه لما تستخدمهم في عمليه اكسده بيتحولوا للصوره المختزله، هتجيب غيرهم منين؟ مش هتقدر تجيب من خليه تانية لان ما بتنقلش الخليه لاخرى، وانما بتعمل حاجه مهمه جدا ان المرافقات الانزيميه المختزله دي يتم اعاده اكسدتها من خلال نظام نقل الالكترون اللي بيوجد في الغشاء الداخلي للميتوكوندريا عشان تتحول للصوره المؤكسده وتقدر الخليه تستخدمهم تاني، وهكذا تاخد الصوره المؤكسده تستخدمها في تفاعلات اكسده فتتحول للصوره المختزله، تقوم تاخد المرافقات المختزله دي وتعملها اعاده اكسده تاني في نظام نقل الالكترون اللي موجود في اغشيه الميتوكوندريا عشان تحولها للصوره المؤكسده وترجع تستخدمها. بس شرط اعاده اكسده هذه المرافقات المختزله في نظام نقل الالكترون اللي موجود في الغشاء الداخلي للميتوكوندريا ان يتوفر الاكسجين كمستقبل نهائي للالكترونات. طيب في حاله بقى التنفس اللاهوائي سواء كان هيبقى تخمر كحولي او تخمر لاكتيكي، الناد اتش اللي نتج من الانحلال الجليكولي هيعاد اكسدته ازاي والاكسجين مش موجود؟ هتستخدمه في اختزال الاسيتالدهايد وتحويله لايثانول. فما تستخدم الناد اتش المختزل في اختزال الاسيتالدهايد هيقوم المرافق المختزل ده يمنح البروتونات والالكترونات اللي موجوده فيه على صوره ذرات هيدروجين الى الاسيتالدهايد فيتحول لايثانول ويتحول الناد اتش الى الصوره المؤكسده، وبكده تقدر الخليه تستخدمه مره ثانيه في تفاعلات اكسده خصوصا تفاعلات الانحلال الجليكولي. لكن هتحصل خساره كبيره في الطاقه. ليه؟ لان لما حسبنا كميه الطاقه الصافيه اللي بتنتج من الانحلال الجليكولي عرفنا ان في 10 جزيئات اي تي بي بيتم انتاجهم واثنين بيتم استهلاكهم، فالصافي بيكون كام؟ صافي الطاقه بيكون 8 اي تي بي. الثمانيه دول في ستة منهم بينتجوا من اعاده اكسده جزيئي الناد اتش اللي هو نتج من الانحلال الجليكولي، لان كل جزيء ناد اتش بيعاد اكسدته في نظام نقل الالكترون بيديني ثلاث جزيئات اي تي بي، يبقى الاثنين يدوني كام؟ سته. هنا في حاله التنفس اللاهوائي اللي هو انتهى بتكوين كحول الايثانول وبنسميه تخمر الكحولي، الاثنين ناد اتش دول ما تمش اعاده اكسدتهم من خلال نظام نقل الالكترون، وانما تم اعاده اكسدتهم من خلال استخدامهم في اختزال الاسيتالدهايد وتحويله الى ايثانول، وبالتالي تحول الناد اتش الى ناد، يعني تحول المرافق الانزيمي من الصوره المختزله الى الصوره المؤكسده. يبقى السته اي تي بي اللي كانوا هينتجوا منه لو تم اعاده اكسدته في نظام نقل الالكترون فقدهم، تم اهدارهم، يبقى هيبقى صافي الطاقه اللي هتنتج في حاله التنفس اللاهوائي سواء كان تخمر كحولي او تخمر لاكتيكي هيكون 2 اي تي بي. يبقى لما اجي اقول لك سؤال كده مثلا اختياري واقول لك يبلغ صافي الطاقه الناتجه من التنفس اللاهوائي 2 اي تي بي، صح ام خطا؟ ممكن تدافع وتقول لي خطا، ازاي يا دكتور ده انت قلت لنا ان التنفس فيه نوعين هوائي ولا هوائي والاثنين في مرحلة مشتركة بينهم اسمها الانحلال الجليكولي، الانحلال الجليكولي ده صافي الطاقة بتاعته 8 اي تي بي، وبعد كده بعد الانحلال الجليكولي بيتم اكسدة حامض البيروفيك اللي هي المرحلة الثانية، ففي حالة التنفس اللاهوائي هيتم اكسدته في غياب الاكسجين بتحويله الى جزيئين من الايثانول او تحويله الى جزيئين من الحمض اللاكتيك. فحتى لو المرحله دي ما بينتجش فيها جزيئات اي تي بي يبقى الصافي عندي من التنفس اللاهوائي سواء كان تخمر كحولي او لاكتيكي المفروض يبقى 8 اي تي بي على الاقل. لا، ما في 6 بينتجهم من اعاده اكسده 2 ناد اتش في نظام نقل الالكترون اللي هو بيستلزم وجود اكسجين، وما ان الاكسجين ما توفرش يبقى الاثنين ناد اتش تول هيعاد اكسدتهم من خلال استخدامهم في اختزال الاسيتالدهايد وتحويله لايثانول او اختزال الاثنين بيروفيك وتحويلهم الى اثنين حامض لاكتيك في حاله تخمر لاكتيكي. يعني في 6 جزيئات من الثمانيه اللي المفروض ينتجوا من الانحلال الجليكولي هيتم اهدارهم في المراحل التاليه من التنفس اللاهوائي اللي هي اكسده حامض البيروفيك في غياب
الاكسجين، وبالتالي صافي الطاقه هيبقى 2 اي تي بي. تمام. طب لو قلت لك علل يبلغ صافي الطاقه الناتجه من التنفس الهوائي او التخمر 2 اي تي بي، فسرها لي. تقول لي لان في جزيئين من الناد اتش بينتجهم خلال المرحله الاولى من عمليه التنفس الهوائي واللي بتعرف بالانحلال الجليكولي، بيتم اعاده اكسدتهم خلال المرحله الثانيه من التنفس اللاهوائي، وهي اكسده حامض البيروفيك في غياب اوتو من خلال استخدامهم في اختزال الاسيتالدهايد وتحويله الى ايثانول، او اختزال حامض البيروفيك وتحويله الى حامض لاكتيت، وبالتالي بيحصل فقد لعدد 6 جزيئات اي تي بي، فيصبح صافي الطاقه الناتجه من التنفس اللاهوائي هو جزيئين من الاي تي بي. ننتقل بعد ذلك إلى شرح طريقة أكسدة حامض البيروفيك هوائيا، وده اللي بيتم في خلايا الكائنات الرقية سواء النباتات الرقية أو الحيوانات الرقية أو الإنسان، وبيتم أكسدة حامض البيروفيك في هذه الحالة في وجود الأكسجين. يعني الأكسجين الجوي ضروري جدا لأكسدة حامض البيروفيك في خلايا الكائنات الرقية، وبيتم أكسدة حامض البيروفيك هوائيا من خلال سلسلة من التفاعلات الدائرية التي تتم داخل الميتوكوندريا، بتسمى بدورة كريبس أو دورة حامض الستريك أو دورة الأحمر ثلاثية الكربوكسيل، وهذه التفاعلات بتحتاج لوجود الأكسجين كشرط أساسي لحدوثها. لكن قبل أن يتم أكسدة حامض البيروفيك هوائيا، بيدخل في خطوة وسطية بيحصل له فيها تنشيط ويتحول الى الاسيتيل كو اي اللي بنسميها الخلات النشطه. يعني في خطوه وسطيه بتسبق دخول حمض البيروفيك او الناتج من حمض البيروفيك الى دوره كريبس. الخطوه دي بيتم فيها تحويل حامض البيروفيك الى الاسيتيل كو اي اللي بنسميها الخلات النشطه. انا طبعا عارف ان الانحلال الجليكولي بيتم من خلاله تحويل جزيء الجلوكوز الى جزيئين من حامض البيروفيك او البيروفات. فهو عندي هنا عامل لي مخطط بسيط بيوضح لي جزيئين من البيروفات اهو، كل جزيء فيه 3 ذرات كربون. ازاي بقى هيتم تحويل البيروفات الى الخلات النشطه اللي هي الاسيتيل كو اي؟ بيتم اكسده كل جزيء من البيروفات بواسطه جزيء من المرافق الانزيم المؤكسد ناد، بما يؤدي الى نزع مجموعه كربوكسيل من البيروفات بتخرج في صوره سي او 2. يعني البيروفات هيفقد ذره كربون منه ويتحول الى مركب فيه ذرتين كربون، وفي نفس الوقت يرتبط بالمرافق الانزيمي الف اللي هو الكو اي، فيتحول نتيجه لكده الى اسيتيل كو اي. يعني الخطوه الوسطيه تتضمن اكسده جزيء البيروفات بجزيء من الناد مع نزع مجموعه كربوكسيل بتخرج في صوره سي او 2، وارتباطه الناتج من اكسده البيروفات بالمرافق الانزيمي الف كو اي، فيتحول الى اسيتيل كو اي اللي فيه ذرتي كربون. اما الناد فيتحول لناد اتش. طبعا انا عندي جزيئين من البيروفات هيتاكسدوا باثنين ناد، هيخرجوا في صورة ناد اتش، الاثنين دول هينتقلوا على طول الى سلسلة نقل الالكترون اللي موجودة في الغشاء الداخلي للميتوكوندريا عشان يعاد اكسدتهم، وكل جزيء ناد اتش يعاد اكسدته ويتحول لصورة ناد بينتج عنه 3 جزيئات اي تي بي. يعني الخطوة دي هينتج لي عنها 6 جزيئات اي تي بي. اما الاسيتيل كو اي اللي اتكون فهينتقل على طول ليدخل في دورة كريبس. نشوف بعد كده بقى الاسيتيل كو اي اللي هو نتج من الخطوة الوسطية هيحصل له ايه. هو جايب لي هنا التفاعلات بتاعت المرحله الهوائيه من بدايتها، يعني اكسده حامض البيروفيك هوائيا. بيقول لي انه جزيء حامض البيروفيك بيدخل الاول في خطوه وسطيه اللي هي الخطوه التنشيطيه، حيث يتم اكسدته بجزيء من الناد، يقوم بنزع مجموعه كربوكسيل بتخرج في صوره سي او 2 ويتحول الناد الى ناد اتش. وبالاضافه لكده ان البيروفات بعد اكسدته بيرتبط بالكو اي اللي هو المرافق الانزيمي الف، فبيتحول الى اسيتيل كو اي اللي بيبقى فيه ذرتين كربون، لان البيروفيك كان فيه 3، اما اتاكسد بالناد خرجت منه مجموعه كربوكسيل في صوره سي او 2، فالاسيتيل كو اي بيكون فيه ذرتي كربون. هنا انا هقف وقفه بس عشان الناس تركز معايا ونعرف نحسب صافي الطاقه اللي هتنتج في النهايه بطريقه صحيحه. انا بينتج عندي من الانحلال الجليكولي 2 بيروفات، يعني من خلال الانحلال الجليكولي بيتم هدم جزيء الجلوكوز الى جزيئين من البيروفات. هو شغال هنا على جزيء واحد، فيا اما نكمل الشغل بتاعنا على الجزيء ده وبعدين نضرب الاعداد بعد كده في 2، او من البدايه تبدا بقى تعدل معايا على الرسم وتكتب على كل حاجه 2. يعني بينتج عندي 2 بيروفات
من الاحلال الجليكولي من هدم جزيء جلوكوز واحد، فنفقد 2 بيروفات، تمام؟ يعني جزيئين من البيروفات دول هيتم اكسدتهم بواسطه 2 من الناد، هيتحولوا لاثنين ناد اتش، وطبعا هنا هيخرج عندي 2 سي او 2، وفي 2 كو اي بيدخلوا في التفاعل ومش عاملهم هنا في الرسم، تعملهم 2 كو اي داخلين علشان يتحول بيروفات الى 2 من الاسيتيل كو اي. بعد كده الاثنين اسيتيل كو اي دول هيرتبطوا مع 2 من الاوكسالو اسيتات، هيديني 2 من السترات او حمض الستريك. السترات فيها 6 ذرات كربون، ليه؟ لان جزيء الاوكسالو اسيتات في 4 ذرات كربون بيرتبط بجزيء من الاسيتيل كو اي، فيكون لي جزيء سترات في 6 ذرات كربون. طب انا عندي 2 اسيتيل كو اي مع 2 اوكسالو اسيتات هيدوني 2 سترات. عشان السترات او الستريك اسيد هو اول ناتج بينتج في دوره كريبس، فسموا الدوره دي بدوره حمض الستريك، ويسموها كريبس نسبه للعالم اللي حدد مسار التفاعلات في هذه الدوره، وسموها بدوره الاحماض ثلاثيه الكربوكسيل، لان زي ما قلت معظم الاحماض اللي موجوده في الدوره دي بتحتوي على 3 مجموعات كربوكسيل. بعد كده الاثنين جزيء سترات هيتحولوا الى 2 ايزوسترات فيهم 6 ذرات كربون ايضا. بعد ما يتكون الاثنين ايزوسترات، الاثنين دول هيتم اكسدتهم باثنين ناد، يعني نكتب هنا 2 لان هما 2 جزيء ايزوسترات، تمام؟ هيتاكسدوا بجزيئين من الناد ويخرج جزيئين من السي او 2 ويتحول الاثنين ناد الى 2 ناد اتش، بينما يتحول الايزوسترات الى الفا كيتو جلوترات. الفا كيتو جلوترات اللي هو هيبقى فيه 5 ذرات كربون، ليه؟ لانه نتج من تحول او من اكسده الايزوسترات مع نزع مجموعه كربوكسيل منه، يعني كل جزيء ايزوسترات بيفقد مجموعه كربوكسيل ويتحول الى الفا كيتو جلوترات اللي فيه 5 ذرات كربون. ممكن هدم جزيء الجلوكوز يقف عند الخطوه دي، لو الخليه بتهدم جزيء الجلوكوز هدم غير تام علشان توصله الى مركب وسطي زي الالفا كيتو جلوترات علشان تستخدمه في بناء بعض الاحماض الامينيه لو هي عايزه تبني بروتينات او تبني بعض القواعد النيتروجينيه اللي بتدخل في بناء الاحماض النوويه. يعني ده احد المركبات الوسطيه الهامه اللي ممكن بيتم هدم جزيء الجلوكوز الى ان يصل اليها، اي يصل الى الفا كيتو جلوترات علشان يدخل في بناء احماض امينيه او قواعد نيتروجينيه. اما في حاله الهدم التام فان جزيئي الالفا كيتو جلوترات هيتم اكسدتهم ايضا بجزيئين من الناد مع نزع مجموعه كربوكسيل من كل جزيء الفا كيتو جلوترات، تمام؟ فيتحول الى ساكسينيل كو اي. انا عندي 2 الفا كيتو يبقى ينتج لي 2 جزيء من الساكسينيل كو اي، التحول ده بيلزمه 2 جزيء من الناد بيخرجوا 2 ناد اتش، ال2 ناد اتش دول هيروحوا على طول على سلسله نقل الالكترون علشان يعاد اكسدتهم وتحويلهم للصوره ناد، وكل جزيء بيعاد اكسدته زي ما قلت بينتج لي 3 جزيئات اي تي بي. بعد كده هل ممكن يوقف الهدم عند الخطوه دي؟ ممكن يوقف عند الخطوه دي، لان الساكسينيل كو اي احد المركبات الوسطيه اللي بتدخل في بناء جزيئات الكلوروفيل، صبغه الكلوروفيل زي ما شرحت قبل كده وانا بتكلم عن التخليق الحيوي للكلوروفيل. وممكن يستكمل الهدم بان يتم تحويل الساكسينيل كو اي الى ساكسينات. عشان يتم التحويل ده بيفقد المرافق الانزيمي الف اللي هو مرتبط بيه، وهذا التفاعل بينتج عنه طاقه تستخدم في ربط الجي دي بي بمجموعه فوسفات اضافيه وتحويله الى جي تي بي. الجي تي بي ده زي الاي تي بي بالظبط، لان المركبات الناقله للطاقه في الخليه منها الاي تي بي اللي هو ادينوزين ترايفوسفات، ومنه الادينوزين دايفوسفات اللي بيبقى فيه مجموعتين فوسفات بس. برضه في مركبات تانية ناقله للطاقه زي اليو دي بي اللي هو يوريدين ترايفوسفات، ومنه الصوره يو دي بي اللي هي يوريدين دايفوسفات. في ايضا الجي تي بي اللي هو جوانيزين ترايفوسفات، جوانيزين مرتبط بثلاث مجموعات فوسفات، ومنه الصوره جي دي بي اللي بيبقى فيها مجموعتين بس، تمام؟ يعني ده نعتبره زي جزيء اي تي بي ناتج من التفاعل من الفصيل عن مستوى ماده التفاعل. طيب انا عندي 2 ساكسين الكو اي، يبقى هينتج عن تحويلهم الى جزيئين من الساكسينات 2 جي تي بي، تمام؟ يبقى هنصلح هنا نخلي دي 2 جي تي بي ودي 2 بي اي، فبينتج لي 2 جي تي بي. طب الساكسينات بقى اللي نتجت دي هيحصل لها ايه؟ هيتم اكسدتها بواسطه مرافق انزيمي جديد ما مرش عليه قبل كده. المرافق الانزيمي ده اسمه فاد، اسمه ايه؟ فاد مش ناد. هيأكسد الساكسينات ويحولها الى فيومارات. طبعا عندي 2 ساكسينات يبقى هيحتاجوا 2 فاد يأكسدوهم ويحولوهم الى 2 فيومارات، والاثنين فاد هيتحولوا الى 2 فاد اتش 2. ايضا الفاد ده عدده محدود داخل الخليه، فاما بيستخدم في الاكسده ويخرج في الصوره المختزله ينتقل فورا على سلسله نقل الالكترون ليعاد اكسدته، لكن كل جزيء فاد
اتش بيعاد اكسدته من خلال سلسله نقل الالكترون، بينتج لي جزيئين اي تي بي فقط، مش ثلاث جزيئات اي تي بي زي حاله الناد اتش. تمام كده يا اخوانا؟ الاثنين فيومرات اللي نتجهم هنا هيتحولوا بعد كده الى اثنين ملات، وبعد كده الاثنين ملات اللي كونهم هيتم اكسدتهم باثنين ناد علشان يتحولوا الى اوكسالو اسيتات، يتحولوا الاثنين اوكسالو اسيتات اللي هيبداوا يعيدوا الدوره ثاني باستقبال جزيئين من الاسيتيل كو اي عشان يكونوا الاستراب. يعني المركب الاول اللي بدات بيه الدوره اللي هو الاوكسالو اسيتات اتعاد تكوينه مره اخرى عشان يستقبل اثنين من الاسيتيل كو اي ويكون الاستراب، وهكذا تكرر الدوره. بس الملات عشان يتحول الى اوكسالو اسيتات تم التحول ده بحدوث اكسده باثنين ناد اكسدوا من اثنين ملات وحولوهم الى اثنين من الاوكسالو اسيتات، والاثنين ناد اتحولوا لاثنين ناد اتش2 اللي هو عاد اكسدتهم من خلال سلسله نقل الالكترون ويكونوا لي ست جزيئات اي تي بي. دي التفاعلات بتاعه دوره كريبس. تمام. المطلوب مني هنا سؤال هقوله لك بطريقتين عشان اشوف مدى تركيزك معايا اثناء الشرح. انت طبعا شفت سلسله التفاعلات، وسلسله التفاعلات انا اشرحها لك بطريقه مختصره ومبسطه من خلال كتابه اسماء المركبات فقط، لا شرحت لك باستخدام الرموز الكيميائيه، ولا دخلت لك فيها الانزيمات اللي بتشارك في هذه التفاعلات، ولا عملت لك اي تعقيدات، بل شرحتها لك بشكل مبسط ومختصر وباستخدام اسماء المركبات فقط دون رموز كيميائيه ودون ذكر الانزيمات، لان انا بركز على حاجه مهمه، في معلومات اساسيه عايز اديها لك وعايزك تفهمها وتلم بيها. اما في المراحل المتقدمه في الدراسات العليا فيتم شرح ذلك تفصيليا. التحولات بتاعت المركبات بنعملها في الدوره برموزها الكيميائيه بالانزيمات اللي بتشارك في التفاعلات بكل حاجه بمنتهى الدقه، لان دي مرحله متقدمه. اما انت كطالب بكالوريوس فانا بديك الدوره في شكل معلومات اساسيه تبقى فاهم خطوات اكسده جزيء الجلوكوز، سواء اكسده تامه الى ثاني اكسيد كربون وماء، او اكسده غير كامله بحيث ينتج لي مركبات وسطيه معينه تدخل في بناء مركبات عضويه اخرى، وبدون رموز كيميائيه وبدون ذكر الانزيمات اللي بتشارك في التفاعلات المختلفه بتاعه الدوره. لكن من الحاجات المهمه لازم تعرفها هي صافي الطاقه التي تنتج من اكسده حامض البيروفيك هوائيا. تمام. زي ما عرفنا صافي الطاقه اللي تنتج من مرحله الانحلال الجليكولي اللي هي المرحله اللاهوائيه اللي ما بتحتاجش لوجود اكسجين، وبيتم من خلالها هدم جزيء الجلوكوز الى جزيئين من حامض البيروفيك، وحسبنا صافي الطاقه الناتجه من الانحلال الجليكولي، وايضا حسبنا صافي الطاقه الناتجه من اكسده حامض البيروفيك لاهوائيا سواء بتحويله الى كحول ايثانول او تحويله الى حامض لاكتيك، برضه لازم نحسب صافي الطاقه الناتجه من اكسده البيروفيك هوائيا اكسده تامه ثاني اكسيد الكربون والميه. طبعا احنا عرفنا ان بينتج من الانحلال الجليكولي جزيئين من البيروفات، ومشينا الدوره على انها اكسده لجزيئين من البيروفات. لما ينتج عندي جزيئين من البيروفات هيتم اكسدتهم بواسطه اثنين من الناد في الخطوه الوسطيه، فيتحول الاثنين ناد لاثنين ناد اتش، هيروحوا على سلسله نقل الالكترون في الغشاء الداخلي للميتوكوندريا، يعاد اكسدتهم، وكل جزيء قلت بينتج من اعاده اكسده ثلاث جزيئات اي تي بي. يعني في الخطوه دي طالما ماشي انا اثنين ناد يبقى بينتج عندي اثنين ناد اتش، دول هعمل شرطه جنبهم كده واكتب سلسله نقل الالكترون، يعني بيروحوا الى سلسله نقل الالكترون وبينتجوا لي 6 اي تي بي، يعني في 6 جزيئات اي تي بي ينتجوا في الخطوه الوسطيه دي. بعد كده في عندي خطوه تحويل الايزوسترات الى الفا كيتو جلوترات، بيستخدم فيها برضو الناد، يعني الجزيئين ايزوسترات بيتم اكسدتهم باثنين من الناد بيخرجهم في صوره 2 ناد اتش، برضو عامل خط كده الى سلسله نقل الالكترون ينتجهم 6 اي تي بي. الخطوه اللي بعد كده في عندي تحويل الالفا كيتو جلوترات الى سكسين الكو اي، بيتم من خلال اكسده جزيئي الالفا كيتو جلوترات باثنين من الناد يخرجوا في صوره 2 ناد اتش، يروحوا الى سلسله نقل الالكترون ينتجوا لي 6 جزيئات اي تي بي. وفي هنا عندي الخطوه بتاعه تحويل جزيئين من السكسين الكو اي الى 2 من السكسينات، بيصاحبها تخليق جزيئين من الجي تي بي، يعني 2 اي تي بي، فاكتب هنا 2 اي تي بي. نيجي بقى عند الفات، تحويل السكسينات الى فيومارات بيستلزم استخدام 2 من الفاد، لان 2 فاد هيأكسدوا 2 سكسينات ويحولوهم من 2 فيومارات، ينتج لي 2 فاد اتش2. الفاد اتش2 برضه بيروح يعاد اكسدته في نظام نقل الالكترون، بس كل جزيء بينتج لي 2 اي تي بي، يعني ال 2 فاد اتش2 هينتجوا لي كام؟ 4 اي تي بي. نيجي بقى عند خطوه تحويل الملات الى اوكسالات، بيتم تحويل جزيئين من الملات الى جزيئين من الاوكسالات باستخدام جزيئين من الناد بيخرجوا في صوره 2 ناد اتش2، دول هيروحوا على سلسله نقل الالكترون ينتجوا لي 6 اي تي بي. احسب بقى كده مجموع الاي تي بي بقى اللي هينتج عندي، انا عندي هنا 2 ناد اتش هينتجوا لي 6 اي تي بي، ونمشي هنا 2 ينتجوا لي 6 اي تي بي بقوا 12،
وبعدين في هنا هيبقى 2 ناد اتش هينتجوا لي 6 اي تي بي بقينا 18، وبعدين عندي هنا 2 جي تي بي يعني 2 اي تي بي نتجوا من الفسفره على مستوى ماده التفاعل، يبقى بقى عندي 20، و2 فاد اتش 2 هيروحوا اتاكسدوا ينتجوا لي 4 اي تي بي ب 24، وبعدين 2 ناد اتش هنا هيعاد اكسدتهم في نظام نقل الالكترون ينتجوا لي 6 اي تي بي، يبقى المجموع 30 اي تي بي بينتجوا من اكسده جزيئين من حامض البيروفيك هوائيا. فما يجي لك السؤال كده يقول لك وضح بمخطط خطوات اكسده جزيئين من البيروفات اكسده تم ثاني اكسيد كربون وماء مع حساب صافي الطاقه النتيجه، هتروح اعمل له الدوره زي ما انا عملتها هنا كده، بس عند كل مركب هكتب 2 اكس يعني 2 جزء من المركب ده و2 اكس والناد 2 والناد اتش 2، كل حاجه هكتب قدامها اتنينات علشان تطلع حساباتي مظبوطه، واحسب بقى عدد جزيئات الناد اتش اللي طلعت من الدوره واضربها في 3 اي تي بي، لان كل جزء بيعاد اكسدته في نظام نقل الالكترون بينتج لي بينتج لي 3 جزيئات اي تي بي، واحسب عدد الفاد اتش اللي بينتجهم، وكل فاد اتش بينتج من اعاده اكسدته جزيئين من الاي تي بي، يبقى بيطلع عندي 2 هينتجوا لي 4، وفي عندي 2 اي تي بي او 2 جي تي بي بينتجوا من الفصيله على مستوى ماده التفاعل، فهلاقي الصافي طلع 30 اي تي بي. وخلي بالك بقى يا حبيبي ممكن يلعب معاك لعبه وتعدي عليك تقول الدكتور، يعني بعد ما تعدي عليك وتكتشفها تقول الدكتور قاعد يشرحها لنا على انها 2 2 2، لان انا بشرح اكسده جزيء من الجلوكوز اكسدته اكسده تامه الى ثاني اكسيد كربون وميه، فبيمر بمرحلتين، مرحله انحلال جليكولي اللي بيتم فيها تحويله الى جزيئين من البيروفات وحسبت صافي الطاقه النتيجه بتاعته، بعد كده الاثنين بيروفات دول هيتحولوا من خلال مرحله وسطيه الى اثنين من الاستيل كو اي، وبينتج في الخطوه دي 6 جزيئات اي تي بي، بعد كده الاثنين استيل كو اي هيخشوا في تفاعلات دوري كريبس الى ان تنتهي بتكوين المستقبل الاول للاستيل كو اي وهو الاوكسالو اسيتيك اسيد، ومن خلال سلسله التفاعلات اللي بتتم على الاستيل كو اي بينتج لي كام ناد اتش؟ بينتج لي 6، لان في المرحله دي 2 وفي المرحله الثانيه اللي هنا 2، في المرحلة دي بينتج 2 وفي المرحلة دي 2 وفي 2 هنا، يبقى 6 6 في 3 ب 18، وبينتج لي 2 فات اتش ب 4 يبقى 22، وبينتج لي 2 جي تي بي يبقى كده بقى عندي كام؟ 24، وفي 6 نتجوا من الخطوه الوسطيه يبقى عندي 30، يبقى اكسده جزيئين من البيروفات اكسده تم الى ثاني اكسيد الكربون وماء من خلال الاكسده الهوائيه بينتج لي 30 جزيء اي تي بي. لو حبيت العب معاك بقى واختبر مدى تركيزك اقول لك احسب لي صافي الطاقه الناتجه من اكسده جزيء واحد من حمض البيروفيك اكسده هوائيه، الاثنينات اللي انت عملتها تلغيها، تلغيها ازاي؟ هتشتغل على واحد بيروفات، لان انا طلبت منك تحسب لي كميه الطاقه الناتجه من اكسده جزيء واحد من البيروفات اكسده تم ثاني اكسيد الكربون وميه، يعني اكسده جزيء البيروفات هوائيا، فهتبدا من هنا بيروفات جزيء واحد يتحول لجزيء من الاستيل كو ايه، ده بيستهلك جزيء ناد بيخرج في صوره ناد اتش، وتعمل جنبها سهم كده بينتج لك 3 اي تي بي من خلال اعاده اكسده طبعا في نظام نقل الالكترون، وتمشي كل التفاعلات على انها ايه جزيء واحد 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 واحد، فهتحسب بعد كده في عندك جزيء ناد اتش نتج من الخطوه الوسطيه، جزيء ثاني نتج من الخطوه دي اللي هي تحويل الازوسترات الى الفا كيتو جلوترات، وجزيء ثالث من تحويل الفا كيتو جلوترات لساكسينات، يبقى كده عندي 3 جزيئات ناد اتش وجزيء جي تي بي بينتج من الفصيله على مستوى ماده التفاعل من تحويل ساكسين الكو اي الى ساكسينات، وجزيء من الفاد اتش بينتج لي من تحويل الساكسينات الى فيومارات، وجزيء من الناد اتش بينتج من تحويل الملاد الى اوكسالو اسيتات، يبقى نتج عندي 4 ناد اتش وواحد فاد اتش وواحد جي تي بي، الاربعه ناد اتش اضربهم في 3 يبقى 12، الواحد فاد في 2 2 2 و12 14، واحد جي تي بي يبقى 15، يعني نص العدد اللي بينتج من اكسده جزيئين من حمض البيروفيك. اتمنى ان الحته دي تكون واضحه، لان ممكن هيحصل بقى لعب تاني، يعني شفنا اللعب ممكن يحصل ازاي، يقول لك احسب لي صافي الطاقه الناتجه من اكسده جزيء واحد من الجلوكوز الى جزيئين من حمض البيروفيك، او احسب لي صافي الطاقه الناتجه من الحلال الجليكولي وحسبناها وعرفنا ان هم 8 اي تي بي، يقول لك احسب لي صافي الطاقه الناتجه من اكسده جزيء من الجلوكوز الى جزيئين من الايثانول اللي هو بقى التخمر الكحولي، تمام؟ فحسبناه وطلعناه 2 اي تي بي، وقلنا بيبقى 2 اي تي بي ليه؟ او يقول لك احسب لي صافي الطاقه الناتجه من اكسده جزيء الجلوكوز الى 2 من حامض اللاكتيك اللي هو التخمر اللاكتيكي، حسبناه وطلع 2 اي تي بي برضه، قلنا ليه؟ وممكن يقول لك زي ما قلت كده احسب لي صافي الطاقه الناتجه من اكسده حامض البيروفيك اكسده تم ثاني اكسيد الكربون وميه، لو قال له جزيء واحد هشتغل على انه واحد وهيطلع العدد 15، لو قال له جزيء
جزيئين من البيروفيك هحسب على انهم اتنينات وهيطلع العدد عندي 30 اي تي بي. وانا وضحت لك الكلام ده. طب امال لو قال لي احسب لي صافي الطاقه الناتجه من اكسده جزيء الجلوكوز اكسده تامه لثاني اكسيد الكربون والميه، يبقى في الحاله دي هحسب صافي الطاقه الناتجه من الانحلال الجليكولي اللي هي المرحله الاولى من التنفس واللي بيتم فيها تحويل الجلوكوز الى اتنين من حمض البيروفيك، وبعدين احسب صافي الطاقه الناتجه من اكسده جزيئي حمض البيروفيك اكسده تامه في وجود اكسجين الهواء الجوي الى ثاني اكسيد الكربون والميه اللي هي الخطوه الوسطيه ودور الكريبس. فالانحلال الجليكولي هلاقيهم 8 اي تي بي دي صافي الطاقه الناتجه، اكسيد الجزيئين من حمض البيروفيك اكسده تامه هوائيا من خلال المرحله الوسطيه ودور الكريبس بيطلع لي 30 اي تي بي، يبقى صافي الطاقه الناتجه من اكسيد جزيء الجلوكوز اكسده تامه ثاني اكسيد الكربون وماء هتكون 38 اي تي بي. ممكن يلعب معايا لعبه ثاني؟ لانه عايزين نعرف المعلومات اللي احنا قلنا لك دي انت فهمتها واستوعبتها ولا لا. فممكن يقول لك ايه، احسب لي صافي الطاقه الناتجه من اكسده جزيء الجلوكوز اكسده غير تامه الى جزيئين من الالفا كيتو جلوتاريك. شفت بقى انا جيت لك فين؟ اكسده غير تامه الى جزيئين من الالفا كيتو جلوتاريك. يبقى انت هتبدا من اكسده الجلوكوز وتحويله الى جزيئين من حمض البيروفيك اللي هي مرحله الانحلال الجليكولي، وهتحسب صافي الطاقه اللي طالعه منها هتلاقيها 8 اي تي بي. طيب بعد كده الاثنين بيروفيك اللي كونهم هيخشوا في المرحله الوسطيه اللي احنا قلنا عليها، والمرحله الوسطيه دي بيستخدم فيها جزيئين من الناد بيطلعوا 2 ناد اتش، دول يعاد اكسدتهم في نظام نقل الالكترون يدوني 6 اي تي بي. وفي المرحله الوسطيه دي بتحول البيروفيك لاسيتيل كو اي، الاثنين اسيتيل كو اي بعد كده يرتبطوا مع 2 اوكسال اسيتيك اسيد ويتحولوا لاثنين سترات، والاثنين سترات هيتحولوا بعد كده الى 2 ايزوسترات. لحد كده ما فيش طاقه هتنتج غير بتاعه المرحله الوسطيه، وبعدين الاثنين ايزوسترات هيتاكسدوا باثنين ناد عشان يتحولوا لاثنين الفا كيتو جلوترات، ده اللي هو عايزه. فالاثنين ناد اللي استخدمه في اكسده الايزوسترات وتحويله الى 2 الفا كيتو جلوتاريك تحوله 2 ناد اتش، دول هيروحوا نقل الالكترون ينتجوا لي 6 اي تي بي. يبقى هدم جزيء الجلوكوز الى جزيئين من الالفا كيتو جلوترات هينتج لي 8 اي تي بي في مرحله الانحلال الجليكولي، وهينتج لي 6 اي تي بي في المرحله الوسطيه اللي بيتم فيها تحويل 2 بيروفيك الى 2 اسيتيل كو اي، يبقى كده بقى عند 14. وبعدين هينتج لي 6 اي تي بي بينتجوا من اعاده اكسده 2 ناد اتش اللي هم هما نتجوا من اكسده جزيئين من الايزوسترات الى 2 الفا كيتو جلوترات، فهيبقى المجموع عندي 20 اي تي بي. وهكذا ممكن يقول لك احسب صافي الطاقه الناتجه من اكسده جزيء الجلوكوز اكسده غير كامله الى جزيئين من السكسين الكو اي، يبقى هتكمل الدوره لحد السكسين الكو اي، فهتلاقي في عندك جزيئين ناد هنا بيدخلهم ياكسدوا الجزيئين بتاع الالفا كيتو جلوتاريك عشان يحولوهم لاثنين سكسين الكو اي، وبيتحول الاثنين ناد الى 2 ناد اتش، دول بينتجوا 6 جزيئات اي تي بي من خلال اعاده اكسدتهم في نظام نقل الالكترون، هزودهم على 20 يبقى المجموع عندي هيبقى 26، وهكذا. وبكده نكون انتهينا من المرحله الثانيه من عمليه التنفس، وهي المرحله التي يتم فيها اكسده حامض البيروفيك، وعرفنا ازاي بيتم اكسدته لا هوائيا وازاي يتم اكسدته هوائيا، سواء اكسده كامله لثاني اكسيد الكربون وماء او اكسده غير كامله الى مركبات وسطيه بتحتاج اليها الخلايا في بناء مركبات عضويه اخرى، وده اللي هنتعرف عليه لما نيجي ندرس العلاقه بين عمليات البناء والهدم، ونعرف دور المركبات الوسطيه اللي بتنتج من هدم جزيء الجلوكوز ودورها في بناء مركبات عضويه اخرى، وده اللي بنقصد بيه العلاقه بين الهدم والبناء. واكتفي بهذا القدر في هذا الجزء من المحاضره على ان نكمل باقي المحاضره في اجزاء تاليه، والى ان القاكم في الجزء الثاني استودعكم الله العلي العظيم الذي لا تضيع ودائعه، ولكم مني خالص تحياتي واطيب تمنياتي بالتوفيق والنجاح، ودمتم في حفظ الله وامنه ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك وأتوب إليك.